السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظر اليومية الأسود يوم 1 سبتمبر 2021، ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي بنتظر الإعلان عن بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات اليوم في الساعة 2 ظهرا بتوقيت جرينتش، وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو المؤشر مسجلا قراءة قدرها 58.5 نقطة، ولكن في حال جاءت القراءة أعلى من المتوقع، من المتوقع أن نشهد بعض التصحيح الصاعد أيضا لمؤشر الدولار الأمريكي، ولكن بشكل عام المتوقع أن نشهد بعض التباطؤ في أداء القطاع التصنيعي خلال الشهر الماضي، ولذلك قد نشهد استمرار لتراجع مؤشر الدولار الأمريكي على المدى القصير. أيضا تترقب الأسواق بيانات أهم هذا الأسبوع، هي بيانات سوق العمل الأمريكية والتي سوف يتم تغطيتها بشكل حي في أعقاب صدور تلك البيانات، ومن المعروف جدا أن سوق العمل يؤثر بشكل قوي جدا على قرارات الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن منذ الأسبوع الماضي في تصريحات جيروم باول بأنه سيفكر في البدء فعليا في تقليص عمليات شراء الأصول، ولكن أكد جيروم باول أيضا في نفس المؤتمر بأنه ذلك لا يعني التفكير في رفع الفائدة، مما يعني أن الفيدرالي الأمريكي يفضل الإبقاء على أساس التسلية لفترة أطول من الوقت، خاصة أن سوق العمل لم يستعيد كافة الوظائف التي تم فقدانها منذ جائحة كورونا. هناك يعني يفصلنا عن التعافي الكامل حوالي 6 مليون وظيفة، وتشير التوقعات إلى إضافة القطاع الغير الزراعي حوالي 750 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، ولكن سوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل في التغطية الحية يوم الجمعة بإذن الله. ولكن بشكل عام من الناحية الفنية من المتوقع أن نشهد استمرار لتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات الـ 92، خاصة في حال استقرار التداولات أسفل خط الاتجاه الصاعد الذي تم كسره بالأمس مسجلا أدنى مستويات للدولار الأمريكي قرابة المستويات الـ 92.40، ولذلك من المتوقع أن يتم استغلال أي ارتفاعات لبناء تمركزات بيعية بشرط استقرار التداولات على المدى المتوسط أسفل مستويات الـ 93.45. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار من المتوقع أن نشهد يعني دعما قويا عند المستويات الحالية، الاستقرار أعلى مستويات 1.18 سيدعم استمرار الارتفاع إلى مستويات 1.19 على المدى المتوسط، وتظل النظرة الإيجابية قائمة على المدى المتوسط طالما استقرار تداولات الزوج أعلى مستويات 1.1780 من الناحية الفنية. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار من المتوقع أن نشهد مستويات 1.38 في حال اختراقها، من المتوقع أن يستمر الارتفاع إلى مستويات 1.3875، وتظل أيضا النظرة الإيجابية قائمة طالما استقرار التداولات أعلى مستويات 1.3680 على المدى المتوسط، ولكن شخصيا أفضل شراء الجنيه الاسترليني أمام الين الياباني وليس الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري. وبالنسبة لتداولات الدولار ين لا جديدة بالنسبة للنظرة الحالية باستقرار التداولات بين المستويات 109 والمستويات 110.80 في انتظار كسر هذا النطاق، سواء صعودا باستهداف المستويات 111.65 أو هبوطا باستهداف المستويات 107، ولذلك أفضل في الوقت الحالي بناء تمركزات بيعية من الحد العلوي لهذا النطاق وتمركزات شرائية من الحد السفلي لهذا النطاق في انتظار الكسر الواضح. وبالنسبة لتداولات الذهب من المتوقع أن نشهد بعض التقلبات لأسعار المعدن الأصفر حتى صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، ولكن بشكل عام الاستقرار أعلى مستويات 1805 يدعم النظرة الإيجابية على المدى المتوسط باستهداف المستويات 1830 ومنها مستويات 1835 أو مستويات 1830، والتي في حال الفشل الذهب في كسر تلك المستويات من المتوقع أن يعود الهبوط ك يعني صفقات مضاربة على المدى القصير، وتتحول فقط النظرة إلى البيع في حال الإغلاق الواضح الأسبوعي أسفل مستويات 1800 دولار لأونصة. وأخيرا بالنسبة لتداولات الداو جونز أيضا من المتوقع أن يتم استهداف المستويات 36000 على المدى الطويل، ويفضل استغلال أي تراجعات لبناء تمركزات شرائية طالما استقرار تداولات المؤشر أعلى من المتوسط المتحرك 100 على الإطار الزمني اليومي. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.